كديروا العشاء دغيا ما تكونوش مبروغرامين ديجا العشاء. انا عندنا فورس دقيق فورس دقيق الابيض ودقيق القمح دقيق دقيق القمح وشويه الخميره زيت العود الزعتر ومليحه وشويه السنيده وغادي نخلط كل شيء بالماء شويه دافي وغادي نوريكم ان شاء الله بالزربه هاد البيتزا كتجي ساهله دغيا دغيا كتصايب. البنات انا خليت بيتزا تعجنات مزيان مزيان قد ما خليتوها تدلك مزيان في الروبو. الناس اللي عندهم الروبو اولا اللي كيبغيو يخدموا بالروبو قد ما خليتوها تدلك مزيان شوف كي كتولي قد ما العجينه كتطلق. ونصيحه مني الا بغيتوا البيتزا تصدق ليكم تصدق زوينه بحال ديال الطاليان ديروها وخليوها تبات في الثلاجه اولا ديروها مع الصباح عجنوها زعما وخليوها ترتاح. الا عجنتوها مع الصباح بكري ديروا غير شويه الخميره. الا كنتو غادي تعجنوها في الليل كيف ما كيديروا البيتزاريات كيعجنوا العجينه في الليل وكيعجنوها بالماء بارد ماشي بالماء سخون وما كيديروش فيها الخميره وكيخليوها كيكوروها وكيديروا لها فيلم اليمونطير وكيخليوها الا كان الحال بارد. الا كان الحال شويه سخون كيخشيوها في الثلاجه وكيخليوها حتى النهار الاخر عاد كيخدموا بها. انا عندي لا فيلم اليمونتير غادي نخليها شويه ترتاح ونوريكم لاصوص اللي لاصوص سريعه اللي غادي اللي غادي نصايب دابا. نورمالمون البنات كنصايب انايا لاصوص كنت نصايبها بالطوماط بلي طوماط بالمطيشه. دابا زربانه غادي ندير هذا اللي ديجا برونتو اللي ديجا مصايب مصايب بالحبق فيها الحبق وفيه مطيشه وكيديروا فيه شويه الملح. الصراحه انا ما نزيدش الملح درت تما الزعتر صافي غنزيد عليه لاصوص هي اللي غادي نخدم بها ما نزيد لها لا زيت العود لا ملحه لا بزار لا حتى حاجه. بيتزا الايطالية نورمالمون ما كيديروا فيها لا ملح لا والو كيديروا الزعتر كيديروا عفوا البازيليكو الحبق وكيديروا سميه وكيديروا الزعتر وكيديروا مطيشه لاصوص طوماط كيديروا شويه السكر وما ما كيديروا لا ملح لا بزار لا زيت العود لا بصله لا ثومه وكتجي لاصوص غزاله. دابا غادي ندير على الفيلم اليمونتير وغادي نخليها تطلق شويه. انا وجدت لاصوص غادي عليه نصيب الطون في طبسيل ونقطع الموتزاريلا ونصيب الزيتون وداك الشيء اللي بغيت ندير الفوق. انا نورمالمون غندير جوج عاديين غير مارغريتا اي بلاصوص طوماط وموتزاريلا وجوج اللي غادي ندير فيهم الزيتون ونشوف شنو ندير لحقاش ولادي ما كيبغيوش كيبغيو غير المارغريتا. سمحوا لي البنات الا كنت كنهضر بشويه ولكن راني درت الفاكسين البارح درت الجلبه ديال كورونا وشويه مأثره فيا عيانه سخفانه هذاك الشيء علاش ما درتش لكم البارح اللي هو نهار الخميس ما درتش لكم فيديو.
وندير هذا ليا. وصافي من هذا قصيتها، غادي نديرها ان شاء الله في الطاوة ونوريكم كيفاش جات. غادي نقطع شويه البيتزا، ندير موتزاريلا. دابا انا كندير موتزاريلا لتحت باش صراحه كتعلق مع لاصوص طوماط. كاين الناس اللي كيديروها الفوق، ولا كنحتارم الراي ديال كل واحد. انا ما كتعجبنيش الفوق، الحاجه غادي تلصق ليا في الخضره اللي غادي نكون انا دايره الفوق، كتعجبني تكون لتحت من الاحسن. دابا غادي ندير الطون، سمحوا لي كان غادي ندير خدم بايديا، حنا موالفين كنخدمو بيدينا، وكيقول لك يديا بقية. شي نهار البنات ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد البيتزا سميتها بيتزا هاواي، كتصايب بالاناناس. صدقوني يا البنات غادي تجيكم شويه غريبه بيتزا بالاناناس، ولكن كتجي غزاله. هذاك الاناناس، ديك الحموضه ديال الاناناس كيعطيها الصراحه واحد المذاق، كيعطيها واحد لوكو زوين صراحه. وها هي البيتزا ديالنا واجده، غندخلها للفران كما كتشوفوا كتجي غزاله. ندخلها للفران ومن يطيب نرجع لكم. بنات هذه البيتزا الثانيه اللي هي غادي ندير فيها نفس المكونات، لاصوص طوماط، الفرن راه كان عندي ديجا سخون ملي كنت طيبت البيتزا مارغريتا الاولى، بقى مازال سخون. غادي تشوفوا البنات هاد البيتزا غادي تجي، غادي طيب حسن من الاولى، لحقاش ملي كيسخن الفران اكثر كتعطي واحد المذاق اخر. عرفتي البنات شنو غادي ندير؟ غندير معكم التجربه ديال نخلي دابا الموتزاريلا حتى الاخر باش تشوفوا الصراحه كيفاش ملي كتكون الموتزاريلا لتحت كيفاش كتذوب، ومني كتكون الموتزاريلا فوق كيفاش كتجي تاني البيتزا. هانتوما البنات انا غادي ندير لكم الموتزاريلا على الفوق، غادي نشوفو كيفاش كتجي صراحة ملي كنديرو الموتزاريلا مع لاصوص طوماط كدوب في لاصوص طوماط، اما هنايا كيفما غتشوفو راه غادي دوب فوق من الخضرة. ماشي مشكل، غادي نديرو ان شاء الله بحال هكا. بنات بعد لابيتزا الاخرى غادي نزيد معاها هاد المطيشة، هادي صراحة غزالة، مطيشة مكرمينة، مطيشة صغيرة وكرمة. انا نوريها لكم البنات كيفاش دايره باش تعرفوا. راه مديوره في الزيت مخلله، مطيشه مخلله في الزيت ماشي في الماء عادي، معها حتى الثومه عندي هذيك كيديروها الايطاليين في البيتزا ديال الجنوب. ندير شويه ديال الزيت ديالها، صراحه فيها واحد الزيت زوين.
غادي ندخل هذه الفران ونشوف الاخرى ونوريكم ان شاء الله كيفاش جات البيتزا. بالنسبه بعد ما وجدت البيتزا الثانيه حطيتها في الفران، ديجا لقيتها هذه شو تبارك الله تنفخات، لحقاش حتى لاباط هذه خليتها ارتاحت